حبايبي، مبسوطة جدا ان انا بلاقيكم كل يوم هنا في بيتكم، برنامجكم كل يوم اكلة. النهاردة عندي وصفات تجنن، حلوة قوي قوي. بس طبعا الاكل الحلو بيحلى بالصحبة الحلوة والكلام الحلو والحكاوي والحواديت والحاجات دي كلها. النهاردة بقى عايزة اقول لكم اكتر اكلة لازم تاكلوها برمضان، مرتبطة معاكم ارتباط عاطفي، مش اكل، لا يعني اللي هو ايه، بتفكركم بحبايبكم، بتفكركم ان انتوا استلمتوها من امهاتكم، من حماتكم. الاكله دي لازم تعملوها في اول يوم، تاني يوم، تالت يوم، لازم اكله مرتبطه معاكم باشخاص معينين وذكرى حلوه. طبعا ده اللي هنستقبله معاكم في مكالماتكم الحلوه واتصالاتكم ومداخلاتكم الجميله. تمام، تعالوا بقول لكم اول وصفه عندي هي ايه. وصفه خطيره تجنن، عباره عن جلاش. ايوه يعني يا فيفا فين الجديد؟ لا الجديد عندي بقى جلاش بالكبد والقمونس. عايزه اقول لكم الجلاش ده فكرته رهيبه، عملته كده كنت في يوم ما عنديش في البيت غير شويه كبد وقوانص. ده بجد بامانه ليه، انا لما بجيب الفراخ بيبقى عندي كبد وقوانص بشيلها كده بجمعها، فكان عندي ايه كبد وقوانص وكانش عندي غير جلاش. قلت طب ما انا ايه اعمل لها خلطه حلوه كده واعمل جلاش بالكبد والقوانص. قلت لكم كذا مره انا بحب افتح الثلاجه واطلع منها ايه افكار. تعالوا نقول المقادير واحكي لكم بقيه الحكايه واحنا بنشتغل. عباره عن ايه، هحتاج لفه جلاش، هحتاج كبد وقوانص. هنا طبعا وادي فود موفرين لي كبد وقوانص من الكيس على طول على الطبخه. هحتاجها عندي هنا كيس، هحتاج كيس من وادي فود. هحتاج بصلة مفرومة ناعمة جدا، ليمون معصور، جوز الطيب، بابريكا، كاري، قرفة، توم بودرة، بصل بودرة، جنزبيل بودرة، وهحتاج عسل اسود وزعتر ناشف، والصوص اللي هدهن بيه طبقات الجلاش عشان يطلع عندي خفيف ويجنن عبارة عن ايه. بصوا بقى، زبادي، لبن، زيت، سمنه، رشه بيكنج باودر، وملح وفلفل اسود. دي وصفتي يا جماعه للكبد والقوانص، لو جربتوها هتعشقوها. احنا محتاجين تجديد وتغيير وبرده الوصفات تكون اقتصاديه. فانا هنا بقى هستخدم ايه، الكبد والقوانص من منتجات وادي فود اللي انا بقول لكم دايما ان هي حاجه مغلفه متعبيه مفيش ايد بتلمسها، حاجه باخدها على طول من الكيس، لا بنقعها ولا بشيل هم غسلها ولا مش عارف اغسلها بليمون ولا بخل ولا بميه، كلها على طول باخدها كده من الكيس عندي على ايه الطبخه. تعالوا بقى اقول لكم على تتبيله خطيره. خلاص، عباره عن ايه التتبيله دي؟ زي ما اتفقنا هحط ايه عصره ليمون كده على الكبد والقوانص دي، واحط عسل اسود. كبد وقوانص يا فيفا عسل اسود، بس اسمعوني بس ايه، ما تروحوش في اي حته، ها بس واسمعوا مني وجربوها. خلاص نيجي بقى للتوابل الخطيره. عندي هنا ايه بقى، عندي بابريكا وكاري وسبع بهارات، توم بودره، بصل بودره، جنزبيل بودره، وكمان رشه زعتر جاف. اقلب كل ده. خلاص شايفين بقى الحلاوه. استنوا ده كمان ايه، قبل ما اعمل كده هرش ايه بقى، رشه ملح وفلفل اسود كمان اهو من الكيس. لغسه وريحتها تجنن، ولا شم اي ريحه، حقيقي حقيقي يعني انتوا هتجربوها هتقولوا لي فعلا يا فيفا ولا شم اي ريحه للكبد والقوانص خالص. وبعدين بقى اقلب واخد ايه معلقه صلصه من كمان من وادي فود. بصوا بقى بتغير اللون معايا خالص ازاي اهي، وقلب. تمام، هعمل ايه بقى دلوقتي؟ عندي الطاسه سخنه جدا، مهم جدا الطاسه تكون سخنه يا جماعه. وانزل بايه، تعالى هنا كده، رشه زيت زيتون من وادي فود برضو. خلاص لازم تكون الطاسه سخنه معايا. اوكي، انزلي بقى بالكبد والقوانص دي بقى اللي تجنن بالخلطه والتتبيله التحفه دي. نزليها في شويه زيت الزيتون وشوفي الطعم وشوفي الحلاوه. الكبد والقوانص دي يا جماعه هتغير لكم فكرتكم خالص ان انتوا تحشوا حاجه كبد وقوانص، هتعجبكم قوي اهي. خلاص هسيبها بقى عندي هنا تستوي على نار عاليه. الله على الريحه،
ريحه عندك ايه؟ عامله ايه يا عم علاء؟ اها بيعمل لي كده عم علاء الزواج بتاعي. بس ايه يعني، احنا دلوقتي في رمضان، فانا بس ايه باخد منه ايه الاخبار بالروايح. طيب دلوقتي هعمل ايه؟ هبدا اعمل رقات عندي الايه. يلا بينا الجلاش. هفتح الجلاش واقول الو يا ام اسلام. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي. سلام يا حبيبتي على كل اللي بتعمليه يا حبيبه قلبي. ربنا يخليكي وافكارك الجميله. ايه رايك في الاكله بتاعتك؟ انا قولي لي ايه رايك في كل دريس بتلبسيه، في كل عبايه بتلبسيها، اخر رمضان بقى كل العبايات دي هتجيني. يا روحي انت تقولي انا بتهيألي ما حدش عايش رمضان قدي. شفتي بقى؟ يعني انت عايشه رمضان اكتر مننا بكتير. ايوه ده انا عايزه اقول لك كارما طول النهار مشغله كل اعلى اغاني رمضان اللي فاتت، واللي ربنا يخليها لك يا رب. مش عايزه اقول لك بتعشقها يعني الاغاني دي قد ايه. اغاني جميله جميله جداً اللي هي بتاعت زمان، حلوه حلوه جدا يعني. انا عايزه اقول لك صحابي اتصلوا بيا بيقولوا لي فيها فيفا. انت ايه خلاص ولا ايه؟ قلت لهم لا بصوا احنا نحب نعيش الاجواء صح، انتوا عاشوها زينا. انت جميله وكل حاجه بتعمليها جميله وكل حاجه بتلبسيها جميله. يا حبيبتي وعايزه اقول لك كمان شعرك حلو قوي يا حبيبتي. خليكي ليا. سيبيه ما تلميهوش. حاضر. لان فعلا بيديكي شكل حلو قوي. انت عارفه انا بحبك. وانا كمان بموت وبحبك قوي. وعايزه اقول لك القطايف بتاعتك حلوه، بس على اخر رمضان يا فيفا هنبص نلاقيكي ضربتي كام كيلو. انا مش عارفه هعمل ايه، انا مش عارفه اوقف نفسي عن الموضوع ده. عايزه اقول لك الشجره المثمره حبيبتي، بس ربنا يخليكي يعني ليا. يعني ولا يهمك اي تعليق ولا يهمك اي حد بيقول اي حاجه. لا ولا اي المهم حاجه. المهم انت بتعملي ايه. لا المهم ولا أي احنا بنستفاد منك قد ايه. لا لا ولا اي حاجه. ربنا يخليكوا ليا، ده انا اللي بستفاد منك والله. بجد بستفاد والله منك روحك جميله ولبسك جميل وشعرك جميل، كل حاجه فيكي جميله وضوافرك جميله. ربنا وانا كمان بحبك قوي ودايما منوره مكانك ومنوره حياتنا. ربنا يبارك لك يا رب ويبارك في القناه الجميله اللي جابت لنا الجميله الجميله. يا ربنا يخليكي ليا بحبك قوي. وسلامي لكل كرور برنامج يوصل ورنون حبيبه قلبي وبنوتتها الجميله يوصل يا حبيبتي. يا حبيبتي شكرا ليكي يا قلبي. شكرا ليكي دايما منوراني ومشرفاني ودعماني. ربنا يخليكي ليا. ما نسينا نسالها ايه اكتر اكله بتبقى حريصه تعملها في رمضان. لو معاكي يا رنا دخلها لي تاني. ماشي. طيب بص انا حطيت ايه هنا على بعضه، تعالوا اقول لكم. انا حطيت هنا ايه، حطيت سمنه على زبادي، على رشه بيكنج باودر، على رشه ملح، على رشه فلفل اسود. دهنت بيها هنا الصينيه عندي. ابدا اخد بقى الجلاش بتاعي. ما بحبش اكتر. يعني ايه اكتر؟ يعني مش كل ورقه وادهن الدهنه دي، لا كل ورقتين كده اروح دهناها اهي. احط الورقتين عندي هنا خلاص، واروح ايه دهنة الخليط ده. ايه الخليط ده تاني؟ ده زبادي وسمنة تمام ورشة بيكنج باودر. ليه بقى؟ اتفرجوا على الهشاشين اللي هيحصل وكمان قد ايه. نعم ماشي. وعايزه اقول لكم بيبقى حلو جدا، هش ومورق وطري من بره ومقرمش. سوري طري من جوه ومقرمش من بره. يا ام اسلام شفتي انا قلت لهم رجعوها لي تاني. ما ينفعش. ايوه حبيبتي عايزه حاجه. ايه اكتر اكله حريصه انك تعمليها في رمضان علشان هي مرتبطه معاكي بذكرى حلوه، مستلمها من حد عزيز عليكي، فبتحبي كل رمضان تعمليها؟ قولي لي. الرقاق. الرقاق كل العيله عندي بتحب رقاق من ايدي انا. لان انا واخداه بطريقه ماما الله يرحمها حبيبتي. كلهم بصراحه يعني حتى في العزومه لا عايزين انت اللي تعملي الرقاق برضو. انت اللي تعملي الرقاق برضو. دايما بيستنوا الرقاق ده الاكله دي منك. واللي مرتبط كمان معايا القطايف باللحمه المفرومه.
لا دي نجربها دي. دي تحفة، مش قادرة أقول لك جميلة قد إيه. لا بس هي بتبقى لازم أكبر شوية من المكسرات. نعملها يوم ما هنعمل القطايف نحشيها باللحمة المفرومة. آه بتبقى حلوة قوي يا فيفا، دي بقى مرتبطة معايا برمضان كله بصراحة، بحبها جدا. حبيبتي كل سنة وانتي طيبة. إيه حبيبتي وانتي طيبة وكل كرو البرنامج طيبين. حبيبتي وعيد عليك الأيام بخير. علينا وعليكم يا رب. حبيبتي أمين يا رب حبيبتي. بصوا بقى أنا حطيت الورقتين التانيين أهو، وبدهن سمنة وزبادي ورشة بيكنج باودر بسيطة، وبطري كده الأطراف وبطري كل حاجة، هتشوفوا التوريقة ما بياخدش وقت خالص. تمام. وعندي هنا بصوا عايزة أوريكم الكبدة والقوانص، بصوا بصوا خلاص تقريبا شبه إيه على نار عالية جدا، بصوا بتستوي. وعندي الكبدة كمان أهي بدأت تتهري معايا، شايفين أهي استوت، شايفين كله كله استوى وهو بيتقطع معايا بالإيه بالاسباتولا، ولا معلقه ولا اي حاجه ولا سكينه، شايفين؟ علشان ايه يا جماعه؟ النار عاليه معايا. خلاص اجي هنا الطبقه دي احطها، وبرده ادهنها برده بزبادي وسمنه دي ورشه البيكنج باودر معايا اهو، ورشه ملح وفلفل اسود. جربوا يعني الطريقه دي، ابدا الجلاش بتاعكم هيفرق معاكم، تحسوا انتوا بتاكلوا فطير كده. خلاص اعمل ايه بقى يا حبايبي؟ لما خلاص الكبد والقوانص هنا استوت عندي، شايفين؟ انزلها بقى هنا اهو، وافرشها بقى فين؟ في الصينيه بتاعتي. قول الو يا ام محمد. السلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، ازيك؟ عامله ايه؟ كل سنه وانت جميله وطيبه. هو مين اللي يقدر يزعل الجميل غيرك؟ يا حبيبتي انا بحبكم جدا، انا ما بزعلش ابدا. انت شاوري بس كده وانا اخش اطمن اللي يزعلك اجيبه. ربنا يخليك ليا، انا ما اقدرش، انا ازاي وانا يعني معايا عيله جميله زيكم كده وناس ربنا كلها محبه. ربنا كده معاكي، حاميكي احلى من اي حد. حبيبتي طبعا، وانتوا معايا يعني يعني بعض ربنا في اي حته احنا معاك. ربنا يخليكوا ليا. عامله ايه؟ طيب. قولي لي ايه اكتر اكله حريصه تعمليها في رمضان مرتبطه معاكي دايما، ان انت استلمتيها من والدتك من حماتك من حد بتحبيه ودايما حريصه ان انت تعمليها في رمضان علشان تفتكريها بيها، او بتبقى مرتبطه معاكي كده ارتباط عاطفي؟ المحشي. المحشي قولي لي بقى، مستلمه من مين؟ طبعا من والدتي، ربنا يا رب يخلي كل الامهات يا رب. والدتي الله يرحمها يعني. يا رب يا حبيبتي ربنا يرحمها. وبعدين القطايف اللي ست الكل اللي اتكلمت ديت، لما تضيف عليها جبن بقى ومع اللحمه المفرومه، مش عايزه اقول لك بقى تعيشي مع نفسك. الله. قولي لي بتحطي على الكرنب برضو قشطه وكده؟ ايوه طبعا. صح؟ الحاجات الاضافات دي منك انت اتعلمناها، خلتنا نعمل حاجه احسن. حبيبتي ربنا يخليكوا، ده انتوا الخير والبركه. لا برضه الاضافات والحاجات الحلوه اتعلمناها. ربنا يخليك. كان البصلايه والتوميه وخلاص، لكن لا كل الحاجات اللي ضفناها دي من خيركم انتوا، والله ربنا يخليكم يا حبيبتي يا رب دايما. ربنا يخليكم ويا ورانا، ربنا يا رب يسعدها دايما وكل سنه وهي طيبه، وقناه البرنامج كلهم كويسين كلهم يا حبيبتي، بيسلموا عليكم وبيشكروكي. بصي دايما الانسان، ما فيش انسان حد بيحبه على طول ولا حد بيكرهه على طول، طبعا دايما يكون في حبيب وفي عدو. طبعا ربنا يا رب يحب فيكي خير ويبعد عنك الوحش دايما يا رب. حبايبي كفايه ان انتم معايا، ربنا يخليكم ليا. وانت طيبه يا حبيبتي، وانت طيبه مع الف سلامه. والله يا جماعه انا مش عارفه اقول لكم ايه، الموضوع بسيط يا جماعه، مش مستاهل كل ده، بس محبتكم هي الكبيره. والله انا ما بزعلش ابدا من اي حد بيديني كومنت على اي حاجه، بالعكس انا بستقبل جدا، انا بس برفض يعني ان حد يعني ايه ينتقد باسلوب لاذع وهو ورا الشاشه او ورا التليفون ومستخبي وراه فبيرمي كلام وخلاص. يعني لا يعني لازم نراعي يعني ان احنا ناس وطبيعيين وبشر ولحم ودم وبنتاثر. صح. بصوا بقى بعد ما خلصت هنا الجلاش الخطير ده هعمل ايه؟ حاضر هقطع عندي الجلاش. تحبوا نقطعه ازاي؟ انا بحب ايه اقطعه عادي جدا كده اهو. لازم الجلاش طبعا يتقطع قبل ما يتسقي يا جماعه. انا بعد ما خلصت حطيت كمان الخلطه بتاعتي فين؟ فوق الوش.
اهو تعالوا نقطع كده خلاص. وبعد ما هقطع حاضر هحط خلطه كمان عباره عن شويه لبن بساط قوي عليهم كمان ايه شويه سمنه وملح وفلفل اسود حاجه بسيطه جدا اهي في نفس الايه الطبق اللي انا كنت شغاله فيه. هحط شويه لبن اهو ما بحطش بيض لا ما بحطش بيض وبحط السمنه اهي واقلب. وتعالوا نحط هنا ونقول الو يا مدام سهام. الو مساء الخير يا بيبيان. مساء الخير يا روح بيبيان. انت عامله ايه يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا بيبيان. وانت طيبه يا حبيبتي وبالف خير. ايدك على الجلاس جميله اهو. حبيبتي ربنا يخليكي اتمنى تجربيه وتقولي لي رايك. من غير هو حلو من ايدك يا بيبيان. يا حبيبي اي حاجه من ايدك حلوه. ربنا يخليكوا ليا ما تحرمش. عشان انت قمر يا بيبيان. حبيبتي حبيبتي يا مدام سهام كفايه كلامك. انا بحبك قوي يا بيبيان. حبيبتي وانا بحبك اكتر. ايه الحلاوه دي وانا بحبك اكتر. ربنا يخليكي. بقول لك ايه يا بيبيان؟ قولي لي. عايزه تقولي لي الرقاق التاني بيتعمل ازاي دلوقتي؟ الرقاق الطري. الطري ماشي عيوني. تسلم عيونك يا قمر. حبيبتي حاضر هقول لك حاضر بعد الفاصل ماشي؟ ماشي يا حبيبي. ماشي يا حبيبتي نورتيني واحب اسمع صوتك على طول. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا حبيبتي. طيب انا دخلت الجلاش فين؟ دلوقتي الفرن على درجه حراره 180 يفضل جدا يبقى شغال فوق وتحت ما ياخدش وقت خالص تمام؟ انا حطيت عليه ايه بعد ما خلصت الخلطه دي؟ حطيت عليه ايه؟ شويه لبن بشويه سمنه بس كده. بس كده واتفرجوا على القرمشه. حطيت كتير؟ لا يا دوبك بس حطيت وقلبته مش كتير خالص. هيطلع معايا هش ومورق ويجنن وهتشوفوه بعد الفاصل استنونا.